شافت بداية كانت مثل حلم لازم التزم لنوصل الطريق اللي يوصلني للنهاية كانت بداية كانت بداية موضوعي كان صعب حلمي مثل الرعب احس يجنن فيني لكن طول عمري صامد لكل شيء الطريق هذا عدوي هذا صديقي رغم الحواجز واللي صار فيني ما اثر فيني شيء لانه طموحي يمكفيني انا ابيك وانت تبيني نكون يد واحدة المسألة ما هي صعبة يتأذى ما تصدق وانت عارف هذه الجملة كنا نقول مجتمعنا ما في مثله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن انت حمي ثلاث تسعات رجعتكم فيديو جديد وهذا فيديو بلاك اوبس جيم قتلت 125 و 15 مرة بس جيم بسيط يعني اتمنى انه يعجبكم لين الطريق اللي وصلني للنهاية بدايتي في اليوتيوب كانت جنون في سكة طويلة تربطني بهذا الكون تعرفت على الناس احمد ربي اني اعرفهم الهي يا رب الكون انك لي تحفظهم عشت اسعد ايامي في هذا المجتمع رفاقة وصداقة ربي في جناتك نجتمع ما بلقى مثلك انه درد كل هذه رب مجتمعنا يده واحدة اقولها لن ايأس ابدا لن استسلم ساخلص الحلبة من كل الشرور تن 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 حلبة المصارى ملتقى الابطال فيها زوايا اربع مشدودة الحبال لها مجد عظيم وتاريخ قديم صغيرة لكنها دنيا من الالام ما يكون الفوز فيها إلا للأبطال رياضة المصارعة ليست للأشرار شكرا مجتمع اللاعبين العربي شكرا لكل شخص كان واقف معي لين هاللحظة اللي أنا فيها من كل قلبي أشكركم وصبت كثير حسيت أننا كلنا يد واحدة كلنا واقفين مشجع بقى